فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد شراء أرض من صاحبها، فهل لي أن أحول له مبلغ الأرض من حسابي إلى حسابه، أو لا بد من الدفع نقدا؟ إيش؟ أريد شراء أرض من صاحبها، فهل لي أن أحول له مبلغ الأرض من حسابي إلى حسابه في البنك، أو لا بد أن أعطيه المبلغ نقدا؟ حسب طلبه، هو قد يكون يرغب تسليم النقد أنه بحاجة إليه، أحسن له من تحويل على البنك، أنت تستشيره في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.